بدنا نرحب بكل اصدقائنا يلي هلا انضموا لنا بحلقه جديده من القلب للقلب. مثل العاده رح يكون معنا ضيوف كثير طيبين، كثير بنحبهم، رح انتم كمان تحبوهم بس تتعرفوا عليهم، وحابين كمان نعرف عن ريما اللي كانت معنا باول صحيح. حلقه اللي هي رح تكون الكونسلر والبسيكولوج، واكيد عندنا موضوع رح نحكي فيه اليوم كثير مهم محضرينه. بس قبل ما نحكي عن الموضوع بركي هيك بنمشي كمان شوي، بدنا نقول مبروك لريما على الكتاب الرائع يلي خلص هلا ماي فادر اند اي. مبروك ريما. هيك كمان كنت عم تخبرنا انه مترجم للغه العربيه. مصر. شو مضمون الكتاب؟ هو هيدا حصيلة 20 سنة من الخبرة العيادية تبعي. ثلاث أرباع الكتاب بيحكي عن جروحاتنا النفسية، شو ممكن تأثر علينا هلا كأشخاص مجوزين أو أفراد، بس كمان في المركزة بالجروحات النفسية على النتائج تبع هالجروحات. خلينا نحس حالنا داون، يعني نحس حالنا نحن محبطين أو كائبين أو حزينين، أو يمكن أيام بحياتنا بنبقى مشين ومقلعين شوي، بنحس إنه في مطبات من زافية. بضوي هذا الكتاب على هيدي الجروحات. وليش ماي فادر؟ لأنه هو هلا الأشخاص اللي هن بعد ما بيعرفوا الله كبي، في يركزوا على الجزء اللي هو نفسي. أوكي. وفي دراسات حالات، يعني في يكونوا عم بيقولوا هيدا بيوصف حالتي انا. أوكي. اوكي، بس كمان انا بحكي انه في للاشخاص اللي هن عندهم علاقه مع الله كبي يتعرفوا عليه، في يكونوا من هالمطرح اللي هو بي يكونوا عم يطلعوا على جروحاتهم وياخذوا شفاءاتهم منه. ريما كثير حلو الموضوع، وين فيهم يلاقوا لكل شخص بحب في يسال عنها؟ مكتب بيت ماضي وحاليا بكل فروعاتهم، وفي بن اند بنسل بالشافيه، وعندي بالعياده يلي بحبه لافينيسي سن الفيل كمان. لكن اكيد نبقى بغير حلقات بنرجع بنذكر فيه. نحن هيدا لقلنا كدوم الريما، ومحمسين انه نقرا انا ومريان بهيدا الكتاب. ناطرين اليوم كل اتصالاتكم، واتساباتكم، اسئلتكم، تريما تقدر تجاوب عليهم. وبدي اقول انه رح يكون في حلقات كثير مهمه فيها صلوات لكم. نحن كل شخص عم يطلب صلاه شخصيا من قلبي، عم كون بالبيت عم صلي لإله، بس رح يكون في حلقات كثير بتهمنا انا ومريان انه نكون عم نصلي كمان بالاستوديو. اليوم كمان عنا اصدقاء كثير عزيزين على قلبنا، كثير بنضحك معهم، كثير عميقين لنا ومنحبهم. بس قبل يا رواد نسال ريما شو موضوعنا اليوم؟ مزبوط. شو السؤال اللي بدنا نجاوب عليه؟ يس، الحلقه اليوم كثير دقيقه ومهمه، وبعدكم رح تاخذوا اشياء كثير حلوه بس نخلصها. رح نحكي عن النرجسيه اليوم. موضوعنا هو عن التركيز على الذات، رح بعد شوي افسر لكم اكثر شو هي النرجسيه، شو اسبابها، وكيف ممكن نعالجها، او كيف ممكن نكون عم نتعايش مع الاشخاص، او نحن اذا عندنا هيدا الشيء بحياتنا. لكن ناطرين اذا انت بتحس هالاحاسيس وهيك احضار وابعت اسئله. حسيت انه الدعسه عم بسمعها من ورا، وصلوا يمكن وصلوا. شفتوا وصلو. كيف وصلوا؟ لكن هاي كيفك؟ حلو. كيف ويس بدك؟ هاي سلام، هاي جو. وين قلت لك تعمل كيك؟ طابخ كيك بالبيت ما جبته؟ لا هلا جايبه معه. لك جبته معك بس هلا بننزل على السياره. يلا بدنا نبلش قعدتنا. لكن عم نبتدي قعدتنا سوا. حبيتك وابتدت قصتنا، نطرتك لنعيش سوا فرحتنا. حبيتك وابتدت قصتنا، نطرتك لنعيش سوا فرحتنا. بالأفراح وبوقت الضيق رح بتكون أقرب صديق.
كابل انا شخصيا كثير كثير بحبه، طيبين متواضعين، دعمونا بتشجيعهم وبصلاتهم بالخفا بكل خدماتنا، دائما كانوا يصلونا يشجعونا يطمنوا عنا. جيهان والياس اهلا وسهلا فيكم، بدي تعرفونا شوي عن حالكم، شو بتشتغلوا وشو عندكم اولاد؟ اوكي انا الياس عون مرتي جيهان، عمري 43 سنه. فينا ما نقول له عمر تنضل صغار اولاد بلا جيهان ضمن تحت ال 50 ما في مشكله. نحن لنا 20 سنه مجوزين وبدومين البناء نعمر وزياده مع جيهان كمان بال هلا بركي بتقلنا جيهان شو بدومين ومين اولادكم كمان. اوكي اكيد جيهان عندي ترافل ايجنسي بجديده سكاي فلاي وعندنا ثلاث اولاد اليان عمرها 20 ريبيكا عمرها 15 وادوار 8 سنين. بنسلم اكيد عليهم كلهم اذا عم يحضرونا. شو بتتذكروا هيك من ايام زواجكم؟ اول زواج بدكم نرجع نتذكر سوا بصور بشي حلو هيك رجعنا هالذكريات هالايام 20 سنه لورا. واو طيب خلينا نشوف هيك مع بعضنا مقتطفات من النهار اللي جمعكم تحت سقف واحد. شو حلوين هل هيك اللحظات اللي عشتوها، بلشتوا اثنين صرتوا عائلة كبيرة وشو حلو قد ايه بتقضوا هيك وقت مع عائلتكم ومع اولادكم اوقات هيك ما بتنسى. خبروني تزوجتوا كثير صغار، قد ايه كان عمركم؟ بتذكر قلتي لي 17 سنة، شو اللي خليكم تاخذوا قرار انه تتزوجوا هالقد بكير؟ بصراحة تعرفت على الياس بضيعتي بكفر دبيان وهيك ارتحت له كثير وحسيت هيك فيه الشخص فيه كل الصفات اللي معقول انا احتاجها بشاب، حسيت كثير بامان معه وكنت هيك لاحظ قد ايه في شباب مثلا في كذب في خداع وهذا الشيء ابدا ما كان موجود عنده، هذا الشيء اللي كثير جذبني له وحبينا بعض. وما بعرف هيك لوحدة الامور مثل كانه ربنا عن جد بيخلق هذا الشيء، بصير دغري اوتوماتيكلي بتصيري تفكري بالزواج لوحدك مع انه كنا بعمر صغير والاهل ما عارضوا، يعني نحن ما رحنا خطيفه ولا شيء، يعني تزوجنا عملنا عرس وكل شيء وهيك لوحدنا حسينا حالنا رايحين على هذا الشيء وما كثير حللنا فيه وفكرنا فيه بس ات واز فيري نايس يعني وكانت تجربه كثير حلوه. هلا اذا بدك برجع بخبرك بعدين عن المراحل بس باول فتره ات واز هيك فيري جود. اوكي طب اذا هلا بترجع بالزمن كنتوا بتفضلوا تنطروا اكثر او لا يور جود وذ انه ليكي انا لانه التجربه كانت ناجحه لا بس اذا هلا انا بدي انصح حدا انه يتزوج بفضل انه يتروى او بده يكون عن جد مؤمن ومصلى كثير للموضوع وهو لانه مش دائما بتنجح الزيجات عن عمر صغير يعني اكيد عندنا وقت هيك نحكي عن هول الامور معكم. انا بزيد على مريم بزيد شيء او بقول زيد شيء عنكم قد ايه انتم بركه لحياتنا. كابل تاني انا بس هيك فكر فيهم بيفرح قلبي لان بقول يسوع اللي ببيته عامل الحب هو ذاته اللي عامله ببيتي انا ومرتي، كثير بفتخر كثير بنبسط، كنت ناطرهم ناطره يجوا بشوف صورهم مرات على انستغرام بس بعرف حياتهم جوا برغم كلنا عنا تحديات بس في حب بينبت حقيقي. جو سلام كيفكم؟ منيح منيح. هيك بس حابين اكيد مش انا اتعرف عليكم بعرف كل شيء بس كثير من المشاهدين بس يعرفوا يمكن قد ايه صار لكم مجوزين وجو شو بتشتغل وسلام بركي بتقول شو كانت تشتغل لانه اليوم صح جوزيف الحلو ما رح اقول عمري اكيد تمام بين انا كثير اصغر منك ببين اذا قلت عمرك صح اوكي انا جرافيك ديزاينر وهلا بشتغل بشركه بجبال از ارت دايركتور
وعندي احلى مره بالعالم. سلام سلام. هيك عمل فيي بالعرس، ما عادش عارف شو بدي احكي. سلام، صرنا سنتين وثمان اشهر تقريبا مجوزين. كنت اشتغل معلمه ساينس، هلا وقفت. اوكي، عم تحضري حالك هيك بالمستقبل بركي مع العائله، ولما تكبر العائله هيك بتكوني بالبيت. صح. هيك نحن، وبس هيك تفسر لي شوي بركي بيقطع صور. انا عرفت انه اسمك نزل بكتاب انترناشونال. yes. وهيدا الشيء لإلي كثير هيك فخر، بنبسط بالاشخاص. بفكروا دائما الناس انه الناس اللي بتلتجئ لله وبتحب الله هي ناس دائما معتره او منا ناجحه. هيدا هون وقتها جبنا الكتاب، ما بعرف اذا اسمك من جوا كمان مبين. كثير هالشيء بيبسطني. قول انه لا، الله هو اللي خلق الكون، هو المبدع. اذا اولاده امنوا فيه بيعطيهم هو الابداع. بقى اولاد اللي بيامنوا هن مش ناس فاشلين ولا قاعدين بالزاويه، هن ناس ناجحين. ما بعرف اذا كمان فينا نشوف، بما انه جيهان ذكرت انت عامل كثير لوجويات لكثير شركات معروفه. صح. بس منا شركه جيهان الايجنسي، في منشوف بركي اللوجو وين، ما عم بعرف ايه، يمكن هلا عم نشوف لوجويات. واكيد اكيد بركي منشوف جيهان هيك. بدي اقول صور الايجنسي تبعك اذا الناس بدهم يتصلوا فيك، لانه كثير هممني قد ما انت امينه، لانه قليل الناس الامينين بهيدا الحياه. اذا بدهم يتصلوا فيك كيف او اي ايميل تيصيروا يتعاملوا معكم بالايجنسي؟ اكيد. اوكي، عندنا رقم المكتب 01888289 والموبايل 03713446. واكيد على الفيسبوك بيج في الايميل وكل شيء ديتيلز. والبيج شو اسمه؟ سكاي فلاي ترافل اند توريزم. سكاي فلاي ترافل اند توريزم. لكن هيك. واكيد اذا اشخاص بدهم بفوتوا كيف لعندك، اذا بدهم يتعاملوا معك مثل ما نحن رح نعمل اللوجو تبعنا. از عم نرنم. اوكي، هلا هو في البورتفوليو اونلاين be.net/joelhello، وفي ماي بيرسونال نمبر اللي هو 7028-9847. حلو كثير هالدعاية. لا اكيد كثير بيهمني هذا الموضوع، لانه هالقد ابداع بشغلكم وامانه. يعني لا بتسرقوا الناس وبتكونوا من قلبكم عم تشتغلوا. رح نروح نتذكر نيولي واد، ما صار لكم زمان كثير، رح نروح نتذكر هيك مقتطفات من العرس تبعكم. ذكريات، كيف كان وقت هيك العرس؟ كان في تحديات او كانت فاتحه كل الامور؟ تحديات ماديه؟ هلا تو بي اونست، كانت تحديات ماليه هي قبل فتره يعني. اوكي. يعني اول ما خطبنا ما كان معي شيء، بس عن جد صليت كثير للموضوع. وكان في كثير قلق بقلبي انه كيف ممكن اعمل بهيدا الشيء هالقد. فالرب اكرمنا ومشينا بهالطريق. صح. ونشكر الرب يعني كل شيء صار حسب الرب، كان عم يدبر الامور ستيب باي ستيب. يعني حتى البيت الإناء تنشتريه ما كنا اصلا مفكرين انه بدنا بعد نبلش نشتري بيت، ننبش على بيت او نشتري بيت، وهيك ثاقبت الإناء. يعني بعتقد انه اللي عم يسمع اليوم المفتاح منه هيك بس نقول نحن من امن، المفتاح هو الصلاه. والله عم يسمع اطلبوا تجدوا، اكيد نطلبه لإله تيصير بحياتنا، بس كمان فينا نطلب منه وهو أكيد بالنهاية بحب يكرمنا. في صور على إنستغرام، هلأ رح نكون عم نشوف صور من إنستغرام. سلام، هي حبت هيك ونقريهم نحن، حبينا تحطهم لزوجة. أول صورة كاتبة عليه: بشكرك لأنك عملت حياتي فيها فرح أكتر، أنا بحبك. مرق سنتين وبتقول الآية بنشيد الأنشاد:
المياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة، هي أيتكم. صورة تانية كمان هيك حطيتها بتقول إنه ما في، مش لازم يكون في مناسبة معينة تقلك قد أنا فخورة فيك. حكمتك، صوتك الملائكي، اهتمامك وإيمانك بالله ومحبتك على كل هول أنا بحبك كتير. شو حلو هالتعبير. وآخر صورة هيك كمان حطت له إياها بتقول لما الرب جاب أول أو جاب الأول رجل للإمرأة ما جابه كلوفر but the friend. أوكي سو ما جاب لي عشيق، جاب لي الصديق يلي قلبي كان عم بفتش عليك لهالأيام. حلو. بس كنا عم نشوف هول الأمور على إنستغرام، بس بالأول تنقول إنه هيك كتيبة ما بتنكتب لناس عم بيمثلوا. فينا نمثل قد ما بدنا بس شيء ملموس، ما بيطلع هيك كلام أبداً. وقت الإنسان بيقول عندي أحلى مرة بالعالم، أو وقت جيهان بتقول إنه ما لقيت غيره قد ما هو طيب، أنا بتحدى. وكنت أنا بس أقول إنه مرتي أجمل مرة بالعالم، مش بس بالشكل. كنت أقول مرات في ناس بيقولوا أولك الكل بيصدقوا، بقول لهم ما بيهمني، أنا عارف بس أحكي من جوا من القلب، بيصدقوا ما بيصدقوا، مرتي أروع مرة بعت لي إياها الرب. تنقول بهيدا الزمن ونشجع إنه ناس تتجوزوا عمر صغير والرب مسك لهم حياتهم، وناس كمان هالقد بيعبروا عن حبهم، بعد في حب حقيقي، بس الراس تبع البيت هو يسوع المسيح. هيك بدي أسأل، لأن قلتي كل هول الأمور لفت لنا نظرنا أنا وماريان، ده هيك بنات عم يسمعوكي، قلتي هول لجوزيف ليه؟ شو بتقولي لكل بنت؟ كيف شو مواصفات الشاب لازم يكونوا تالبنت توصل نهار تعبر مثلك على انستغرام هيك؟ لأنه بعرف ماريان معبرت لي بطرق هيك، وجيهان معبرة للياس هيك، بس شو هو الشاب لكل بنت؟ قولي لها شو تنبش عشو؟ أول شيء أنا اللي كتير كتير بحبه بزوزو، وهيدا بنصحه يمكن لكل بنت عن جد، مثل ما بنصح يمكن أقرب الأصدقاء لألي، الخدمة. عن جد أنا كتير بحب إنه نخدم سوا، وإذا أنا شي مرة كنت عم بضعف بالخدمة هو بيشجعني، والعكس صحيح. طب هي الخدمة إذا ناس ما عم تخدم، فينا نقول إذا عم نضعف بالحياة هو بيشجعك، أو بالعلاقة مع الله هو بيشجعك، أو أنت لا سعكس، لأنه في كتير ناس يعني مش رح أضحك عليك، في كتير أوقات منقطع بتحديات وبتحس حالك يعني تعطيك أبسط الأمور، مثلا ما قالي جلاد اليوم رح على الكنيسة، لا مبلا بدنا نقوم بدنا نروح، والعكس والعكس بيصير، يعني هيدي أبسط الأمور. شغلة تانية إنه هو كتير شخص مسؤول وأمين مع الرب، كتير شخص وفي وكتير حنون. يعني مثل عن جد مثل ما كانت عم تقول جيهان انه يمكن لقيت بالياس كل المواصفات يلي هي كانت بدها اياها بالشاب، انا هذا الشيء لقيته بزوزو. وشو مهم اول شيء ذكرتي انه شخص امين بعلاقته مع الرب، وقد لما يكون الشاب هو الليدر، سبيريتشوال ليدر بالبيت، يعني اللي هو القائد الروحي بالبيت، دوره يجذبنا اكثر لعند الرب، يقربنا من الرب، وبعدين بنصير اثنيناتنا عم نقوي بعضنا مثل ما قلت. فهيدا انا بحس قاعده كل علاقه تكون ناجحه. السؤال بدي اساله هلا، لان هالقد في نجاح بحبكم وفي حقيقه رهيبه بلمسوها الناس، بس خليني ارجع تا بدي اياك انت تنصح الشباب، لانه صار معك شيء تعرفتوا على بعض بالاول اوكي بعدتوا رجعتوا صح اوكي. شو بدك تقول لكل شاب بتكون البنت حقيقة لإله بس مدري شو بيصير معه أو شو صار معك تفليت ورجع الحب من بعدها أكتر وعرفت القيمة ولك قدي بتعبر، وأنا بعرف بيناتنا كأصحاب كيف أنت بتعبر عن سلام، ليه وشو بتقول للشباب ينتبهوا ما يعملوا؟ يعني شو اللي سمعت له بوقتها وفليت أو يعني حدا منكم؟ أكيد لما تكون بمرحلة ما قبل الزواج وكنا عم تختلف كتير أمور من بعد ما تجوز وكلنا بنعرف هذا الشيء، بس لما تكون بمرحلة ما قبل الزواج على طول عندك أنت شو بدك مش الآخر شو بده، سو على طول بتفهم على طول بنفكر على طول بنفكر، كنت فكر بهالفترة إنه لا لازم هي تكون تتصرف بهالطريقة تتكون كومباتبل معي، لازم هي تكون عم تكملني صح تطيه تكملني، لازم هي تكون عم بتقول هيدا الشيء، أنا بنصير مثل يعني رح أقولها هيك دغري رح بنصير مثل الأولاد، أنا بدي هول البونبونات لإلي إذا ما بديك إذا ما أعطيتينيهم أنا ما بديهم. فمرقنا بهيك فترة ولو كانت مش مباشرة دغري إنه نقول هيك الأمور، وخاصة أنا يعني إنه
أنا كان بدي الشخص هيك يكون، كان بدي هيك يتصرف. عم ترسمه مثل ما بترسم الرسم. صح، ويمكن لأنه هيدا ماي كاركتر، إنه أنا يمكن بشغلي أنا بحدد القصص كيف لازم يكون شكله، وأنا بنصح الكلاينت كيف يعمل. 100%. فمش على طول شغلك بينطبق بحياتك. بالحب تبعك يعني بشريكة حياتك. فبعدين مش أنا صرت فكر نحنا. مزبوط. لما جيت فكرت نحنا كان يمكن كان مش تو ليت، بس كانت كثير صعبه تنرجع مع بعض لكثير قصص فاميلي وكانت علاقتنا كثير واضحه وظاهره، بس كثير صليت الموضوع وكثير بكيت، يعني كانت كثير ايام ابكي انه لا شو حلو انه هيدا الشخص لإلي، فمش جاي لك اوكي. فلا صلينا كثير الموضوع والرب رجع تمام القوي بالوقت المناسب. صح. شو حلو. تنروح هلا عن جيهان والليس، كمان نعرف قد انتم بتحبوا بعضكم هيك في صداقة حلوة بنشوفها انا ورواد فيكم، وحتى بتشتغلوا مع بعض يعني زملاء واصدقاء وبتحبوا بعض. خبرونا شوي عن التحديات اللي اول شيء واجهتوها لما تزوجتوا. هيك تزوجتوا على عمر صغير، كنتوا كملتوا بعضكم، بس دائما اكيد في تحديات وخصوصا يمكن انه كنتوا كمان صغار. هو مظبوط، انا تجوزنا كان عمري انا 21 وانت كنت 17 ونص. يعني حب البراءه روميو اند جولييت بالديك الحب الاول بالحياه. عكس ما قال جوزيف انه كل واحد بده لاله، كان كل شيء لبعضنا، عرفت انه حب بريء. تجوزنا عن براءه، صحيح يمكن ما كنا انه كان في ايمان، بس ايمان على بساطه. اوكي عرفتني. اكيد كان الرب معنا، ومع الايام انه اجت اليان بعدين اجت ريبيكا، وهيك صار في سويت انه نمينا، صار واحد واعي على حاله انه كان لازم يعيش انا، يمكن انه ما مرق بفتره انه هيدي اللي لازم يعيش فيها. صحيح انه شويه صراعات وستراجل وهيك، بس لوقت انه اجى انه تقربنا اكثر من الرب، وهو اللي حمانا ورفعنا انه ما خلينا يصير في اي مشكله. بس الحمد لله انه من الاساس نحن كنا انه واعيين اكثر من عمرنا. وقت ما تجوزنا كنا انه مش انه لو عمري 21، بس كان في تفكير اوعى شوي من هالموضوع. هذا اللي جمعنا انا وجيهان. طب من جهه جيهان بحب اعرف كامراه شو هن التحديات اللي بتواجهها بس كون تزوجت هالقد بكير. مزبوط، اللي بدي اقوله انه البنت بعمر 17 18 الريكويرمنتس تبعها بالشاب، متطلباتها بالشاب، شو بتحب بالشاب، اكيد في قصص ثابته نو واي، المصداقيه مثل ما قلت كل هيدا الشيء، هيدا بدل على طول بدها اياه. بس يمكن على عمر معين انا مثلا شخصيا بعمر ال 25 بهذا العمر، وهو كمان كنا عم نشارك هذا الشيء سوا دائما بهيدا البيريود، كنت احس انه انه انا يمكن مع شخص ثاني يمكن يكون رح اكون مبسوطه اكثر، يمكن انا انه هون ايه انه مين قال انه هو لازم يكون، بركي مع حدا ثاني كان ما رح يكون افضل العلاقه او كذا. بهذا الوقت صرعنا كثير سوا وكنا عم نشارك هذا القصص مع بعضنا، وهو ذات الشيء لحد ما عن جد انه تقربنا من الرب اكثر، عزنا الرب، يعني حسينا انه وي نيد هيم. وبس بتتقربي من الرب بتصيري تشوفي الاشياء الحسنه، يعني عن جد بتصير تشوفه بعيون، بتصير نعمه الله مغطايه بالبيت، بتصير يمكن الاشياء اللي كنت شوفها كثير بسيطه بتصير اقول واو انه عن جد بدي اشكر الله عليه، انه قديش في قصص حلوه. يعني هذا الشيء كثير حقيقي، لمسناه بفتره وعن جد شالنا المطارح، لانه كل كوب قد ما يكون عم يشتغل صح انه مع الثاني بده يغلط بمطرح معين، بده نحن شعب، نحن ناس مش كامله بالنهايه، انه بده يكون في يسوع بالوسط، انه بس نطلع بمحبه يسوع الغير مشروطه اللي هو مات كرمالنا على الصليب. ساعتها لو شو ما كان، اذا المسيح اللي بيقول لنا احبوا لاعنيكم واحبوا اعدائكم، يعني ما راح تعود اذا جوزي غلط معي ماشي هيدي، يعني اكيد بدي احبه ولو شو ما عمل. كيف اذا الشخص اللي مقدم لي كل حياته واللي دعمني واللي واقف حدي واللي بحبني، مينيموم سامحه على اخطائه الصغيره. بتعرف الرب بيسكب بقلبنا هالمحبة، بس نكون كل واحد منا عم نتقرب من الرب مثل الهرم بقربنا من بعضنا eventually يعني. وشو بحب هيك في أي بنشيد الأنشاد،
بحس اصلا كيف بيوصف علاقه الرجل والامراه هيدا العلاقه اللي الرب بده اياها لكل زوج وزوجه، بده يباركها بحب كل حياتنا. بقول انه بصير يشوفها لزوجته كسوسنه بين الشوك، مثل ما عم بتقولوا احلى مره بالعالم. ايه مزبوط، لان انت بنظرك هي سوسنه بين الشوك، هالقد الرب يعطيك تحبها وتشوفها بلا اي عيوب. واللي بياكد هالشيء غريب، انا ما بعرف هالايه من نشيد الانشاد، بس كان خوفي كل حياتي انه الزواج بالاخر يأس وحبس وزهق، لان انا انسان كمان العالم. ايه بيصوروه انتبه مرات لانه العالم عم بيصير معهم هيك. بس صليت له وبس سحرني وعشقني بماريان هالقد، بنصدم. كانت دايما حابب اقولها هيك بصراحه، هيك للكل، مش بس بجدد الصداقه وقتها بنصلي للرومانسيه والامور اللي كثير بيناتنا حميمه، دايما منقول انت اله التجديد بجدد الامور. وبصراحه بدي اقولها ايه، ما تستغربوا انه الناس لازم تسلم مشهور راس البيت، حتى الامور اللي هالقد انتيم بس نعطيها للرب بجدد، ومنصير نقول بعدنا لليوم مش معقول انت شو هالابداع وشو هالخلق، يعني دايما بتجدد وقتها بيكون هو الراس. مزبوط. طيب جيهان عندي كمان سؤال لك، هلا اذا بتجي اليان لعندك بتقول لك ماما انا حابة اتزوج على بكير، هل بتنصحيها تفوت بهيدا الشيء او لا؟ من تجربتك بتقول لها ماما بليز بفضل تنطري. من تجربتك الحلوه بس فيها تحديات، من شو اختبرتي؟ بنركز على هالموضوع. ليك هلا اكيد ما بقول لها اوعى، لانه انا تجربتي كانت ناجحه، بس بحذرها لانه في تحديات كبيره. او اهم شيء تكون واعيه انه على هيدا الشيء، على هيدا انه الالتزام، الزواج هو التزام وعهد مع شخص قدام الرب، هو منه مشاعر. يعني مش اذا حسينا بشويه مشاعر لشخص، هيدي المشاعر اذا ما تطورت وصارت على حب ثابت اساسي، حب غير مشروط، بعدين لانه هيدا الزواج اللي عم بيصير عم يفشل، وهو لانه عم يوقفوا بستاب المشاعر، بس عم بتروح المشاعر، عم بفكروا انه راح الحب، لانه منهم عارفين يطوروا هيدي المشاعر لتصير حب. بقى هيدا الشيء، وانا نشكر الله انه البنات بالبيت بحكي معهم كثير بهيك مواضيع، واليان بتعرف منيح هول التفاصيل. بتصور هي واعيه بما فيه الكفايه بهيدا الموضوع، واذا بدها تاخذ هيدي الخطوه اكيد انه بناء اكيد بدنا نعرف مين الشخص وكل شيء اكيد انه بس انا كثير بحب سلام الاهل، فهمت؟ انا كمان نحن زوجت كمان صغيره، كان عمري 20 سنه، وكنا كثير عم نصلي وكنا كثير عم نستشير الرب بكل شيء، وكثير استشرت اهلي، يعني اتكلت كمان على سلامه، خصوصا اذا كانوا الاهل مصلين وبيسمعوا صوت الرب. فهون بشجع كمان كل هيك الفتيات تكلوا على صلوات اهلكم وخذوا مشورتهم، الكتاب المقدس دائما بشجعنا ناخذ مشوره الاهل والاشخاص اللي هيك القراب من الرب 100%. هلا رح ننتقل دغري هيك لعند ريما، هيك بوقف تما توقف رأسي. روح عند ريما تنعرف موضوعنا، نبلش بالموضوع اليوم. رح نبتدي بأول نقطة بالموضوع، شو هو؟ نرجع نذكر المشاهدين الموضوع اليوم، رح نحكي عن النرجسية أو تركيز على الذات، اللي هو وقتها الشخص بيوقع فيها ما بعود يكون عم حساس لاحتياجات الآخر، بصير بس مركز هو شو بده بدون اعتبار الثاني شو بده وشو محتاج. يعني النرجسية بدي أعرف أول سؤال تنفوت فيها، هو هي بتنعد مرات الأنانية؟ فينا نخلطها مع بعضها؟ فينا نخلطها، فينا نسميها نفس الشيء، بس هو نفس الحالة. أوكي. وفي عنا نوعين رواد من النرجسية، في عنا كمان ثلاث أنواع إذا بدنا نقول، في النرجسية اللي كتير مرضية اللي اليوم ما رح ركز عليها، رح نحكي عن النرجسية اللي هي موجودة بكلنا. فينا كلنا، معقول تضربنا كلنا إذا تضربنا كلنا، وفي كلنا عنا درجات منا بدنا ننتبه لها. في بالكتاب حتى نوعين عن النرجسية، حكي عن النرجسية اللي هي أساس وقتها الأهل بيكونوا عم بربوا بطريقة بيخلوا الطفل يحس انه هو مركز الاهتمام، اذا عمل اغلاط ما بحسبوا عليها، ما بحطوا له حدود، ما بيقصصوا. وقت حدا بالمدرسه بيقول لهم انه ابنكم عم يعمل هيدا، لا المدرسه غلط، المعلمات غلط، ابننا ما في مثله. حتى ايام الام والبي نفس الطفل، يمكن يكون عنده ثلاث اولاد، بيركزوا على طفل واحد انه يعملوا يربوا عنده النرجسيه على حسب اخوته. وقتها هو غلط معهم بيجوا على طول بدافعوا عنه وبقصصوا اخوته وبقولوا لهم حق عليكم انتم لازم تنتبهوا. اوقات يمكن لانه في حاله مرضيه، يمكن الطفل يكون جسديا مريض، فبكونوا كثير عندهم. اوقات لا، يمكن هيدا الطفل بيشبههم اكثر،
او بيبقى في نمط معين ربيوا عليه بدون ما ينتبهوا، باللاوعي تبعهم بيرجعوا بكرروا هيدا نمط مع اولادهم. بس كل هيدا شيء بقد انه الشخص بس يكبر بصير صعب عليه، لانه ما تعود حدا يحط له حدود، ما تعود حدا يقول له انت غلطان. الاشياء اللي عملتها بدك تدفع ثمن الغلطه وتصلح لحتى الاشياء تصطلح بينك وبين الشخص الثاني اللي انت اذيته. ما تعود. فبالزواج وقت بيجي زوجته او الزوج بقول لزوجته اللي ربيت بهالنجاسيه بقول لها انه طب حقيقه انا هون انجرحت، انه يي انت غلط او العكس صحيح. ليه؟ لانه ما تعود. فهيدا نوع اول من النرجسي. في عندنا نوع ثاني هو نتيجه الجروحات اللي بيتعرضوا لها، يعني وقت الاهل بينتقدوا كثير الطفل وبحطوا من شانه وعلى طول انت فاشل، انت ما رح تطلع، شفت كيف على طول بتعمل، فبيعمل رده فعل، بصير بيركز على حاله يكون عم يجند كل طاقاته. واو. لحتى يثبت بكل حياته لاهله انه انتم غلط وانا رح يطلع مني. وايام حتى على حساب الناس، يعني في بيدعسوا على مشاعر الناس على ليوصلوا، لانه هالقد انجرحوا، هالقد موجوعين من جوا وبدون بره إنه بأي ثمن إنه هن بيقدروا يكونوا عم ينجحوا. هن عم بيكونوا عم برهنوا للعالم اللي حواليهم، لزوجته، لزوجها، لأولادها، بس هو أفت باللاوعي عم ببرهنوا لأهاليهم. أوكي. عم يوصل هيك مسجز، حابة أقرأ أول مسج. بيقول مرحبا كيفكن، أنا من العراق عم تابع برنامجكن، بحب كتير الصراحة بهالبرنامج وبحياتكن. صلولي وصلوا لزوجي لأن إبليس مسيطر عليه وما عم يقبل الرب بحياته وعم يمنعني أنا كمان كون مع الرب، وما بعرف ليش. في شخص تاني عم يطلب ريما يتواصل معك، فما بعرف إذا في شي صفحة على فيسبوك أو طريقة معينة يقدروا يتواصلوا معك. ممكن على التليفون، واتساب على التليفون. أوكي، لكن هلأ فينا نبعث لهم الرقم. أوكي. أو في كمان واتساب بيقول هيدا أول مرة بشاهد هالبرنامج من بعد ما كنت تبعكم ببرنامج كبرنا سوا، وأنا مندهش جدا بالمحتوى الرائع والمفيد جدا، ضيوف رائعين يحتذى بهم وبخبراتهم. ربي يبارككم جميعا إلى الأمام. صديقكم رواد حموي. شكرا كثير لك يا رواد. في عندي رفيقتي سارة أبعاد بتحضركم على طول، وقالت لي سلام خاص انه كثير بتحبكم مريان ورواد، وكثير بتحب العفويه بالبرنامج، وكثير غني لها، هي بعدها شابه وكثير بتتشجع، على عمرها 26 بس كثير بتتشجع لحتى تتجوز من وراء اختبارات. حلوه. لكن تحيه. وبدي اقول للمره اللي عم بتقول عم تتعذب ليه مرات بيصير هيك، بقول لك الغلط منه من جوزك. إذا من آمن منعرف إنه هالقد الشيطان هدفه يحط بدينينا أمور كذبية. ومنا كنا عم نحكي مع الكابل القاعدين، الناس على الأرض بتفكر إذا منجي عند يسوع يعني نحنا عدنا بحبس، كأنه يسوع بس بيقول ما تعملوا ما تفعلوا بقصصكن، وهي العكس، هو الحرية، هو الحنان، هو السلام، هو اللي بيتحمل الأمور اللي بتصير معنا منا منيحة، وبيبعت ناس لقلنا هالقد يطببوا لنا جروحاتنا لأنه هن كمان بيأمنوا فيه. بقى بدي أقولك أنه جوزك بيهرب من الأمور، لأنه أنا قبل ما أمنت كنت أهرب، ما بدي أعرف يسوع، بحترمه بس من بعيد لبعيد، لأنه بخاف أنه يكون موضوع يسوع أو الإيمان بيسوع هو بس ما تعمل بقاسس، ما تعمل بقاسس. وبدأ أنصحها هي بالكتاب المقدس كمان، انه انت بصمتك وبهيك نفسك الطيبه بتربح زوجك بصلاتك اكيد. وبيقول انه مرات فيك ما تحكي شيء بس صلي له بالخفا وهيك انت بتربح زوجك مع الوقت. فكملي صلي، ما تستسلمي تيكون مثل الخروف الضال اللي رح يرجع. ناطرين بعد واتسابتكم. وهيك ريما عندك بعد نقطه قبل ما نطلع؟ كمان بحب اقول انه هيدا من اختبار العياده مع السيدات المؤمنات كثير مهم، لانه بما انه عم نحكي عن الجروحات النرجسيه يمكن اوقات بيبقى مثل ما قالت رواد انه هالطفل اللي جواته المجروح بيبقى عم يهرب من الله، مفتكره انه الله بده يقول له هيدا صح وهيدا غلط، ديجا هو عنده باللاوعي تبعه كميه من انت غلط، فبيبقى عم يهرب. وكثير بشجع السيدات انه تعاطفوا مع هالطفل اللي جوات هالشخص الكبير، حبوه، اعطوه اهتمام، اعطوه انتباه، اعطوه رقه، اعطوه تحنن، وشجعيه، قولي له كلمات حلوه، مثلا قولي له فتشي شو الاشياء اللي بيعملها الحلوه، انت بتروح على الشغل كل يوم بشكرك، انت رجال ملتزم فينا، فتشي على الجواهر الموجوده بشخصيته وعلى الاشياء اليوميه الموجوده فيه لحتى تكون هيك عم يقجع
مش على يسوع فيك اللي بيقبل وبحبه. يعني ريما عم تحكي عن أمور أنا مرقت فيها وماريان عملتني كطفل، وبتذكر أنا بفتخر أقول عملتني كطفل لأنه أنا كنت مشتاق مش دايماً من وراء جروح حياتي كلها حدا يجي دايماً يقصصني، وكانت تقلي كلمة بفتخر فيك بالإنجليزي I'm so proud of you baby. مع أني أنا ليدر وما بدي أتغنج مثل الطفل، بس كان هالشي بأحضان مرتي وهالشي كتير بيأثرني، وحب يسوع من خلاله لإلي حررني بأمور ما بتعرفي قدي بقى. أنا بشجعك، بعرف صعبة بدها صلاة، وبعرف مرات رح يكون عم بيصدق بالأول، بس صدقيني اللي عم تقوله ريما مزبوط. Thank you. طيب لك أنا رح أقرأ آخر مسج قبل ما انتقل عند ضيوفنا. على لايف سونج كليب. بقول هاي رواد وماريان، أنا كتير عم بتبارك عم بتسمع لقلكن هلأ، وكتير بتبارك بس اسمع السقوطات كمان تبع كل الضيوف اللي بيكونوا موجودين، وبتعلم دايما منكن. بس دقلكن God bless you and your family. Thank you كتير كتير لألك. أكيد نشكرها كتير. هلأ أكيد حابين نطلع أو أقول للكل إنه جو سلام، جو هو قائد فريق اسمه لايف سونج ومعه كتير أشخاص، بس هيك حلو نشوف مقتطف من ترنيمة لألون ونرجع نحكي سوا. كنا هيك تكيت هلا فينا ننقل شوي نقعد العكس. بدي هيك اول شيء كثير بركه الفريق تبعكم، بعرف كنا عم نحكي تحت الهواء ليه، لانه انتم اشخاص بتصلوا وما بتتكلوا بس على زيتكم ولا على اصواتكم، مع انه البلان تبع الاصوات رائع. هيك كان سؤالي شوي، بس يكون عندكم تحديات بين بعض او سوء تفاهم بالباند، لأنه في فرح وأنا كنت بفريق وفي سوء تفاهم، هل بتعبروا لبعض؟ يعني هل فاتحين هالمجال أنه الإنسان ما يترك شيء جواته؟ أكيد مش هقول أكيد هيك to be the perfect لا. band لا، أنه الباند المثالي يعني لا، بس كان أول شرط أنه نحن نكون مش باند as family مع بعض، أنه نتشارك ونكون صريحين مع بعض بكل شيء. كتير من الأحيان كنت أجي أوقات أنا أوقات حزين، أوقات يمكن أنا وسلام نكون نحن بذات الفريق لأنه فكان أوقات يمكن نكون أنا وسلام مش مرتاحين أو مزعوجين من بعض بشيء معين، نجي على الباند والكل يحس هيدا الشيء. ففي شخص بالباند على طول كان يقول خلينا نقعد ونتشارك بهذا الشيء مع بعض ونصلي لهذا الشيء، كتير مهم كفريق. وهذا الشيء بنصحه من خبرتنا كتير صغيرة بهذا الشيء، أنه مفتاح النجاح بحيالة خدمة هو الصلاة. يعني سمعت مرة من أحد الأشخاص إذا بتطلع تحكي عن الرب ساعة لازم تكون عم تصلي ثلاثة أيام قبل، تصلي أربعة أيام. ففترة صراحة بين بعض صح. فكتير مهم إنه نحن نوضع كل أمورنا قدام الرب، وكيف إذا كانت الأمور اللي أوقات بتتعبنا الرب يعني تعالوا إلي جميعا المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. أحلى فترة منعيشها مع بعض هي لما نقعد قبل التمرين عم نصلي وعم نتشارك بالمشارك. هيدي اللي اصلا بتخلي الباند يدوم. طيب جو، انت كقائد بتتقبل انتقاد من زوجتك؟ وبما انه انت كان بدومينك ديزاين، انت بتطلع انت بتبتكر، هل بتاخذ برايها؟ وين اكثر مطارح بتعتمد على رايها؟ تكون صريح مش بكل شيء. يمكن ماي كاركتر ويمكن ماي اكسبيرينس بهيدا البارت، مش على طول بتقبل النقد لانه سام تايمز بتحسه منه منطقي. اوكي، بتحس انه انت بتفهم انه هو بيرفكشنست بهالمكان معين. فعلى طول انا يعني اول فتره كنت كثير انه
انه لا انه اوكي انت بتشوفيها هيك انا بشوفها بغير طريقه. بعدين صرت احس حالي انه اذا انا بموقعها على طول بحط حالي، يعني تعلمت شغله خلال فتره انه على طول بحط حالي محل هيدا الشخص. سو وحتى هيك بالباند يعني لما اجي اقول كلمه تكون شوي مزعجه برجع بقول انه لا انا قلتها، لو انا محله كنت انا انزعجت. فلما كنت لما تجي هي تقول لي شيء كنت اوقات انزعج انه انا اي نو ايفري ثينك وما تعطي لي هم. هلا كنت بدي اقول فيلي صار بعدين صرت لما افكر من هيدا المنطلق او من هي وجهه النظر صرت اقول لا عن جد يمكن يكون عندها بوينت اوف فيو. وحتى ان ديزاين يعني سام تايمز عم برسم شيء بعيط لها بقول لها بليز في يا حلوه او مش حلوه، يعني معقول انا عن جد ما اكون يعني ما اكون عم شوفها هالقد فايت بالخبريه ما عم شوفها صح. فلا بكثير من الاحيان كانت تصلح لي حتى ان ديزاين. هيدا عملنا ديفوشن، عملنا تامل عنها انه مرات الرجال ما بعرف اذا انتم كمان مرقتوا فيها بدون قصدهم بفكروا انه هن معهم حق او انه هن رايهم هون هو المضبوط، وشوي شوي بتصير المراه تتهمش ببعض النواحي. شو حلو بس يوعى مثل ما انت وعيتها هذا الموضوع تصير تعطي قيمه لمرتك، ما تكون مره شادود او بالظلال اذا بدنا، وهون اللي بتكون عم بتنمي هيدا الثقة فيها، عم تنمي لها ذوقها بمطارح معينة قراراتها، وبتشوف أن قرارها رح تصير مبنية أحسن وأفضل. يعني اللي صار معنا هيدا هو الاختبار مثلك، وأنا قد ما فنان وآرتست ومخرج تلفزيوني وهيك أكيد كتير ذوقها مثلي، بس مدري ليه بلا ما حس دايما عندي كان النفضة أوكي أوكي لا بس بقولها وهيدا الله شهد على الموضوع قد ما هي نقطة ضعفي. اول شيء كمان حسيت مثلك انه اف شو هالانسان اللي ما بتنقل كلمه بس ستابرن تمام، اقول كلمه بالعنيد عنيد لان كنت بدي اقول غير كلمه وشفت قد ايه هي مبدعه وقتها انا فتحت لها المجال، وقد ايه نقطه ضعفي بس تقول لي شيء صرت توايس بفكر فيه نو واي انه قالت لي ما بقول لها ما قلتي لي واو، مع اني انا بكون مفكر واو اذا ما قلت لي واو صرت نو واي بدي ارجع لرايي تعرف، لان صرت اكد بس يتقول لي واو عن فكره انا عاملها يعني يعني نجحت 100%. هون بتصير تشوف زوجتك عم تكبر بس تستثمر فيها وتشجعها، بتشوفها عم يضوي هيك نواحي بشخصيتها وبحياتها اكثر 100%. هيك ترجع للياس وجيهان على سكاي فلاي مزبوط الشركه، بنعرف انه انت دارسه هذا الشيء، وبنعرف انه الياس عنده امور بالعمار، بس انتو بتشتغلوا سوا بسكاي فلاي، هيك خبرنا هالقد الموضوع سهل عليك وانا بفتخر فيك كرفيق واو انه المرأة هي الليدر بقلب الشركة اكتر لانه هي درستها انت عم بتساعدها، وما في اقل شأن واحد من واحد، بس اعتبر اذا رحت لعندك على العمار نورمال انت تفهم اكتر انت الليدر. بقى هالقد الموضوع سهل عليك مرات انه تتقبل انا سائل هالسؤال لانه انت كسرت مقياس الرجال العربي، وانه انا بفتخر بهيك كرفيق مثلك. ثانك يو ريكو. بس نحن بالطبيعه الشرقيه الا ما يكون عندنا هيك نتفت انه لا انه انا رجال وانت لازم شوي لحد ما يعني برجع بعدين بقول لا انه لو من ورا جيهان كان بالعمار او بالسكاي فلاي هي اللي دعمتني بكل شيء معنويا ما استعملته بالقصد يعني انا حده معين يعني شجعتني هي المعينه عن جد صح ايه وراك الرجل العظيم لا بس انا ما عليه بدي اقول شوي عن دوره، انا لو ما الياس كان مش عم جامل بعض لا عم تحكي انا شخص ما كثير عاده بشجع كثير وهو بيعرفني بيقول لي انه انت كثير بتنتقدي، انا كثير بنتقد بس حابه هلا استغني من الفرصه واحكي عن الاشياء اللي كثير دعمني فيها، لأن لو ما هو كان حدي انا ما قدرت اتعلمت، لان انا من بعد الزواج تعلمت ومن بعد الزواج اشتغلت ومن بعد الزواج اسست، والمكتب ما بعرف قطعت صورته اللي عملناه هو من بفضله هو يعني بفضل تعب مجهود سنه كان عم يعمله، وهيدا الشيء انا كثير مقدرته. ما في اعمل شيء من دونه، صحيح انا تقنيا بالحجز وبالكذا بس بالنهايه في وراي هو عم يدعمني دائما شو ما بيصير، هو حدي ما في انكر دعمه بالنهايه لإلي. هلا في شويه بصير في ستراجل بالعلاقه الشغل لانه
نورمال. لانه انا بعرف ايه يعني اذا بده يجي يساعدني بشيء خاصه بالشغل رح يعني شوي اوقات ما بنحب كثير انه نكون مع بعض عم نشتغل، هو بالافضل ما بفضل، مشان هيك بيساعدني بالامور اللوجستيه والامور التقنيه من برا لبرا اكثر مش بقلب الريزرفيشن. طبعا ضلنا كثير مع بعض كمان كل الوقت، مش منيح، مش شيء سليم نكون كل النهار قاعدين مع بعضنا، بصير كل الاحاديث بركي بعدين بالشغل. ايه وشي النقطه يعني هذا عم نشتغل عليه انه ما نكون كثير عم نحكي بظهراتنا بامور الشغل، لا تضل في حديث للعلاقه، لانه نوصل لمرحله بصير جيهان ايجال شغل، انه تاثر على العلاقه يعني بقى، وحتى يعني الاولاد يعني كمان مع الاولاد. انت سبقتني وجاوبت على السؤال كان بدي اسالك اياه، كان بدي اقول لك شو هيك اكثر شيء بتقدريه بالياس وحلو جدتي وحكيتي، بس شيء بعد يلا بنحب نسمع. اللي هلا ريسنتلي هيك عم فكر فيه هيدي الفتره، بقول انه يمكن انا كثير بحكي هو كثير بيفعل. يعني هو اوقات بيعمل مثل الجندي المجهول، بيعمل قصص اوقات ما يعني بيبقى هو عم بيعملها نحن ما بنشوف انه هو اوقات بس ما يعملها بنشوف في شيء ناقص. بقى كثير هو يعني كثير بيساعدني وكثير مع الاولاد بوصل اكتيفيتيز كذا، يعني لو ما هو بيعمل هيدا القصص انا ما في، لان انا بحكم شغلي بدلني للساعه اوقات 6-7 بالشغل، بقى الاولاد ما بينقص عليهم شيء. وعلى فكره هو بي رائع يعني مع ادوار، وقته اللي بقضيه مع ادوار يعني كانه عم يشتغل بعد الظهر، يعني بحس انه هيدا الوقت مثلا من الاربعة للخمسة بس يجي من شغله، بقضي من الاربعة للستة اوقات معه وقت وانا بعدني بالشغل، اوقات حتى بدرسه، وهذا شيء كثير انا بيعني لي يعني. حديث كثير من القلب للقلب اليوم، بعتقد مرتاحين، ما عدتوا حاسين حالكم ببرنامج، حاسين حالكم قاعدين عنا بالصالون. بما انكم هيك مرتاحين فيكم تشربوا هيك، حابب اقول انه اليوم نزل السي دي تبعنا اكتبوا قصه مالكين انا وماريان بكل فروع الجيت واي، حتى بال هلا اكيد على انغامي لكل الاشخاص الموجودين بمصر، لانه السي دي ما نزل هونيك او بمحلات مش نازل، فيكم تفوتوا على انغامي او اي تيونز. هيك بشجعكم انكم تسمعوا كمان خلاصه مثل ما قلت ريما عن كتابها، خلاصه سنين كنت من وقتها ما كنت بفريق من 12 سنه، كان حلمي هيدا الشيء انه يصير، كان حلمي حط شيء انا مني من الموسيقى اللي انا بحبها، بس كنت اتزاعل معه ليسوع وقال له ليه منطرني يعني ما عم بيعملوا لي الفريق سي دي وانا مستعد ادفع وما عم بيصير، بس عرفت اليوم الجواب انه بس صرنا نحن واحد وتجوزت ماريان، قال لي نطرك تا يكون احلى سي دي جامعين انتو حبنا اثنيناتنا له تنحطهم بهذا السي دي. بقى هيك بشجع الاشخاص اليوم كمان، اول من ساعتين نزل كليب جديد، رح ناخذ هيك بريك وتسمعوا ترنيمه من السي دي مال حياته. حياته هي مجرد بخار يظهر من ثم يضمحل، ما الحياة هي مجرد سراب لا تضاهي محضر الحبيب، وضعه نفسي لديك لا يملأ قلبي سواك، فالحياة تحلو معك لي اشتهاء أن أراك في سلام، أضطجع بل أنام لي راحة مع المسيح، لا ألام بل فرح وأمان في محضره للأبدي، أودي نفسي لديك لا يملأ قلبي سواك، فالحياة اشتهاء
سلام وجو، بدي رجعكم بما انه عم نحكي عم نشوف الوقت وكيف بيمرق الوقت، بدي رجعكم على اول سنه زواج. شو كانوا هيك اكثر تحديات اللي واجهتوهم وكيف هيك حاولتوا مثل تلاقوا حلول لها وتتفاهموا عليهم؟ هو بترجعي بتكوني بالهانيمون وبترجعي الحياه كلها واو حب وغرام، نجي على ارض الواقع على الجد وشي جديد. هلا يعني انا وزوزو كنا بنعرف بعضنا من قبل ما نتجوز بتسع سنين، حلو، وقديش كنا نحس انه لا بنعرف بعضنا عن جد، بس تجوزنا في كثير اشياء تكتشفيها جديده، يمكن بطريقه عايشه بالبيت، بطريقه ما بعرف مثل مثلا بالتفاصيل الصغيره، يعني التفاصيل انا يعني مثلا ما بيسكن انا بفتح كل شيء انت فيها ايه هذا الشيء انت بيزعجك لو هو للناس تافه بس بيزعجك؟ لا عن جد يمكن تافه بس عن جد بيزعجني. بعدين بشكر رب انا مستمر مستمر بالازعاج. طيب انت لا بس يعني هيك اكزامبل صغير، بس هي بتصير اشياء اوقات كوميونيكيشن غلط، يعني يمكن بتبلش باشياء صغيره، واذا شخص كان شوي عصبي وبينفعل رح احكي بصراحه، يعني انا كمان مثلا اذا زوزو عصب وانفعل انا هيك كنت عصب بوجهه وانفعل بوجهه وتصير يعني ما بتزبط، بنصير عم نعيط بوجه بعضنا وعم نتخانق بوجه بعضنا. هذا كان اول فتره كثير مزعج، بس انه عن جد يعني ولا مرة بتحكوا فيهم اكيد كنتوا عم تعملوا تفكير ولا مرة فيهم. يعني عن جد زوزو بيعرف ولا مرة بقبل انه ننام وبعد في شيء ما حكينا فيه او زعلانين، عن جد لا تغرب الشمس على غيظكم. صح، صح. مع انه انت بتكون بلاش تخفى يعني. لا هي فكرة هي فكرة انا كثير شخص انه صارت شغلة اوكي يعني دقيقتين بكون خلص نسيت الموضوع. لا سلام طبعا مصر على التفاصيل، بس مهم مرة التفاصيل. لا ما كثير مهم، مع انه انا وياك ما بنسكت بنحكي كثير بتفاصيل. ايه بس معناها قد ما بحكي بالنهار بتفاصيل بيجي على شيء ما بده يحكي بالتفاصيل، بس بده خلص انت لحالك. يصير انا بساله كيف كان نهارك؟ منيح. كيف منيح؟ ما خبرني كيف كان نهارك. انا بكون صار لي ساعه عم بخبر كل شيء بالتفاصيل. ما بحب فوت فيهم هول. انا كثير لا سلام بدها تفوت ديتيلز كيف كان فاست كم كليك. بتخيل انه مهم التفاصيل وقت يصير في سوء تفاهم هول كثير مهمين. اكيد لا اكيد. ما زال ما بتحب كثير تفاصيل، في فكره هيك كثير سريعه يا اسود يا ابيض، اوكي؟ انا مشان هيك لان ما بتحب التفاصيل رح نقوم نقول يا اسود يا ابيض. الحقونا. اكيد وصلنا على الاسود والابيض يا زوزو يا جوزيف. اوكي تنشوف شو اكثر ضد او مع انت. اكيد كل الناس بيعرفوا صاروا الفكره، ابيض انت مع، اسود انت ضد، واذا في رماده بنرجع بعدين بنقول المايل اكثر لإله على رماده يا على الابيض يا على الاسود. اوكي لكن رح نبتدي فقره اسود وابيض. بتحب مرة بالجمعة سلام تنام عند أهلها لأنه بتشتاق لهم، أسود أم أبيض؟ أبيض. أبيض. عم تمر بضيقة مادية وانجبرت تسافر وتشتغل بلا سلام تتأمل مادة لإلك ولمرتك، أسود أم أبيض؟ عيش برا. زيرو تزوره بعد. أنا ما أقول لا. يعني أنا لا أكيد لا. لا؟ أوكي.
يعني اسود مرقته شيء بنحكي فيها. ايه ما قلنا دغري خلص. مرتك معالجه نفسيه، تنقول انها معالجه نفسيه ودائما يعني اعتبر ريما اوكي، ودائما بيجيها على العياده اشخاص تيتعالجوا نفسيا، مرات رجال ومرات نساء، اسود ام ابيض؟ اسود. يا ويلي شو بتشبهني بالشغل. حضري حالك ريما جاي العريس وبدك تتركي الشغل عم تتزنخ بالشغل. مرتك عدة شباب عزابة او متزوجين عملوا لها اد لمرتك على الفيسبوك وعملت لهم اكسبت، عم نقول مش انه عملت لهم قصة، اسود ام ابيض؟ هلا ما بدي احكي اكثر بس انه اكثر رميدة. اوكي بتميل اكثر، هلا رح نفسر عنا هالنقطة. لا بميل اكثر لاسود. اسود اوكي. أصدقاء سنين بحياتك أوكي كتير بتحبهم بسنين، بس مرتك مش قريبين على قلبها وبتطلب منك أنك تتخلى وما تعود تشوفهم، أسود أم أبيض؟ أسود أكيد. سوري. أوكي هلأ نقول لي أنت مجوز بس عندك صديقة بالشغل تبعت لك واتساب تتخبرك مشاكلها وتتسمع عليها؟ لا أكيد أسود مع مرتي يعني أنه معك أنت. بس أنه قصدي what is the situation مع ال... لا عم تسألك عن مشاكلها رفيقتك بالشغل وعم okay. تاخذ واتسابك وتحكي معك، أسود أم أبيض؟ لأن فيها تكون مع سلام رفيقة. أسود. أوكي بس تعرف أوكي ماشي محل خلص الصوت. خلص الصوت أوكي أوكي أبيض. أمك أرملة تنعتبرها وإن شاء الله أكيد يطول بعمر بيك، ما عندها حدا، بتقبل تعيش معك بالبيت أسود أم أبيض؟ كمان أبيض. أبيض بس سي ابيض بس ومنحكي فيها، لكن خلصت فكرت اسود وابيض. يعني فقره شيقه جدا لانه الاجوبه لدرجه ما انتبهت. العريس هلا جايه وبده توقفي شغلك بعرف اسود او ابيض استقبل كابلز وبنات تكرم عينه. شو اكثر هيك جواب لفتك؟ لا مش لفتني. اول شيء خلينا نقول للام، لان بعرف قد ايه بتحب امك، قلنا ارمله في يكون عندها بيت، مش عم اقول ما عندها بيت. انت مع انه تعيش معكم لو عندها بيت او مش مع؟ ليك انا كثير اول شيء بحترم الشخص يلي قررت انه كفي حياتي معه، يعني اليوم قراري مش قراري لحالي، بده يكون قراري انا ومرتي، بس اكيد هذا الشيء ما بيقلل من انه تكون الماما عايشه بكرامه، يعني يمكن يكون عندها بيت وقريب علينا، بس 100%. انا بعتقد وبحسب فهم الكتاب المقدس انه مملكه المراه اذا بدنا نقول او هو بيتها، يعني سلام عندها فل عندها القياده بالبيت يعني، وكثير بامن انه الايه بتقول حكمه المراه تبني بيتها، ففي عمليه بناء في عمليه حكمه هي بتقبلها 100%. فانا اي سبورت اكيد هيدا الشيء. هلا طولنا على غير شيء. لا بالعكس ما بعرف اذا انتم كمان بتوافقوا لجوزيف انه ما فينا نعيش اهلنا معنا، اذا قادرين نامن لهم بيت برا بس لوحدهم او ليس غير شيء بتفكر؟ لا انا بوافق مثل ما قال جوزيف كمان انه كمان بنعطيهم الخيار هن شو بيحبوا، بركي هن ما بيحبوا كمان يكونوا هن عبء علينا، بيحبوا يقعدوا يكونوا بجنبنا. يمكن عم بتقول اجت امك عم تقول لك انا بحب اعيش معكم لاني انا وحده. انا بدي راجع كمان مع جيهان اكيد شيء، لانه بالنتيجه القرار منه لالي يعني. كمان هي ست البيت وهي بتقرر نحطها بقلبنا امي وبصلي لها وكل شيء وبحترمها وبختمها من عيوني. اللي بدنا نقرره انا وجيهان بنمشي فيه بالنتيجه. هل سؤال هيك تاني لكم من الاسئله اللي سالتهم، اذا عنده واتساب بنيه صافيه بنت بالشغل معه بالعمار تنقول ما في بنت بعمره، بس خلينا نقول انت كيف مع الموضوع عليك او عليه؟ خلينا نقول اول شيء عليه، بتوافقي؟ عم تفشل له خلقه بنيه صافيه؟ ليك انا بصراحه انا بوثق فيه، بس بعرف انه كل انسان قادر يغلق قادر يزل زل اجره، يعني ما يعني انا بفضل انه نحمي حالنا، يعني لا تتركوا لا تدعوا لابليس مكانه، وهذا الشيء منطبق علي وعليه، يعني بس نفتح مطرح لابليس رح يفوت على حياتنا. من باي لحظه ضعف بكون عم نقطع فيها بصير بحس هذا الشيء مثل تنفيسه او ملجا صغير او يعني ما يعني لا انا بفضل انه ما يكون في شيء كلوز ديسكشنز مع حدا بنات، وانا ما بسمح لحالي واكيد هو ما بحب هذا الشيء يكون عم بعمله انا. لا
يا سمعنا وعزة بتقول انه ما انا الرجل ما لازم يوثق بجسده بالفلاش تبعنا، وحتى انا ما بدي اقول انا بوثق فيه لان خلص جسدنا ضعيف والرب قال لنا وصانا اهربوا، قال لنا ما قالنا انه انتم ما بدكم هي بتكون لا اهربوا يعني صح. هذه الشغله الوحيده اللي الرب بيوصفنا فيها. فاذا لهيك نكون دائما متنبهين ودائما عم نحمي حالنا ونسكر اي باب واي مجال. لكن هلا هيك بدنا نحضر شي ريبورت اكيد 100%. خلينا نشوف اول ريبورت من القلب للقلب. بعتقد لا جو بده حدا يعبر لك من القلب للقلب. خلينا نحضر. جو هو رفيقي، هو خيي كمان، وهو شريكي بالخدمه. شخص هو شخص كثير حكيم وكثير ناضج وبحب الرب كثير وحريص انه يكون ثابت مع الرب، وكثير عنده غيره على كلمه الرب، مثل ما تقول كلمه الرب انه لا تكونوا كاطفال مضطربين محمولين بكل ريح تعليم. هذا الشيء عكس جو كليا، لانه شخص كثير 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 عنده غيره حلوه على كلمه الرب وعلى تطبيق كلمه الرب مثل ما انها موجوده. بحب كثير طريقه تفكيره ومعالجته للامور، وعندي كثير ثقه بحكمته وبفكره. وهو اكثر شخص منسجم معه بالخدمه، عندي كتير خدمات أنا وياه، وكتير في تليباتي أنا وياه. أنتوا بدكم تسمعوه وقت يكون عم بيقلد اللغات أو وقت يكون عم بيغني بالهندي. إيه جو بيغني بالهندي. شغلة كتير حلوة بجو هو إنه حيالنا شغلة بيعملها وما بيقبل يخلصها إلا ما تكون زبطة 100%. وأنا شفت واختبرت هذا الشيء معه بخدمتي معه بلايف سونج باند، اللي دايما أكتر واحد بيكون حريص على صورة وسمعة الباند. شغلة تانية كمان بيمتاز فيها جو هو إنه عنده حكمة بالتعامل مع الأشخاص، وهيدي ميزة كتير حلوة وكتير أساسية بالليدرشيب. شو هولي من عظام الرقبة مثل ما بيقولوا؟ ديفيد بيناتنا معنا بالباند. أوكي. وهو خيال كأن كان قبل ما تجوز. ديفيد ماي بست فريند، وكمان كان شبيني. أوكي. بال بعد وقت عرسنا وسام خيال سلام. اوكي. كمان نحن يعني هالفاميلي طبعا يضل عايش بيناتنا. وكثير عنالي اللي حكيوا، لانه يوجوالي انا شخص كثير هيك دايناميك وكثير بضل كل وقت مش سيريو، يعني وقت اكون معهم مش جد. بس ما كنت عارف انه بيشوفوا كل هالقصص رغم كل هالقصص. فنشكر رب. شو بدك تقول هيك على الكاميرا؟ ثانك يو. ثانك يو سو ماتش. كتير بحبكم وكتير بتعرفوا انه انتو ماي، انه انتو عائلتي وانتو دعم. كنت عم بقول شيء لريكو انه كتير مننبش بهالايام على اشخاص يسندونا لما نطعج ندفي، فانتو هول الاشخاص يلي في تكل انه يقولوا لي لما غلط انت غلطت، ولما اكون عم بعمل شيء صح تكونوا عم بتدعموني وعم بتضلوا تقولوا لي انه خليك متواضع خليك متواضع. ثانك يو. لكن من هيدي الحديث من قلب للقلب ننتقل لريما وماريان تنكمل موضوعنا لليوم. ريما رح نكمل شوي عن اسباب هيدي الانانيه اللي بتكون عند الاشخاص قبل ما نرجع نحكي عن الحلول او كيف نعالجها. في سبب ماريان كثير مهم رح ضوي عليه، هو وقت الاهل بس الطفل بيكون عم ينجح او يكون عم يعطي اداء لامور كثير حلوه بيعطوه اطراء، بيعطوه انتباه وبيعطوه محبه، وقتها بيغلط او ببين ضعف معين بيقولوا له نحن ما بقى نحبك او بيغضبوا عليه. فالمحبه بتكون مشروطه، يعني بتكون بس بيخدها انه انا وقت اكون كثير كامل وعم بعمل اشياء كثير واو، فبينما عنده احساس انه انا لكن ما لازم غلط، لانه اذا بغلط بنرفض، اذا بغلط ما رح اخذ هيدي المحبه. كمان هيدا بينعكس بالزواج، انه وقت مرته بتجي بتعطيه انتقاد او بتقول له انه لا هون مش حال، يعني رح ترفضني، يعني ما رح تحبني. فأوقات بيعمل دفاع وبيغضب أو بينقهر وبعصب عليها، فهي بتحس إنه لا ما قادرة أنا أكون عم بتقرب منه لحتى أقول له الأشياء اللي لازم أقول له إياها. أوكي، هلا كيف بدنا نتعامل مع الشخص؟ هو أول شيء كيف بده يتعامل مع نفسه، أو الشخص الثاني يعني البارتنر كيف بده يتعامل معه؟ أول شيء رح بلش بالشريك أو أوكي. الشخص اللي يمكن عم ديتينج معه، عم تعرف على بعض، أو يمكن خي أو
ويمكن حيلا شخص موجود بحياتنا عنده هال منحسه حساس كتير على الانتقاد او منحسه انه منه عنده هالتعاطف معنا وقت نكون نحن محتاجين حدا يحس فينا بوجعنا يحس بحاجاتنا منحسه مقفل ومسكر على حاله كتير في دقيقة بالتعامل بس في هيك كم مفتاح كتير عن جد بجيبه نتائج هو انه بلشوا شوفوا الاشياء الحلوة اللي عند هيدا الشخص واعطوه قد ما فيكن اطراء ضووا على الاشياء الكتير حلوه اللي عنده ساندويتشات يعني وقت بتقولوا له شيء بشخصيته لازم يغيره او بتصرفوا لازم تغيرون قبل ما تقولوا له قولوا له الاشياء الحلوه اللي فيه واكدوا له محبتكم حسسوه انه انتم ما انكم جايين لحتى تهددوه وجايبين ليسته انتقادات وعاملين مثل مشروع اصلاح انه انا بدي انت هلا عندي استراتيجي من دقائق زاد مبكله بدي هلا اقول لك عندك هيدا الغلطه وانت هديك المره عملت هيك وانت اذا كفيتك رح تعمل هيك لا يعني اعطوه امان فرجوه انه انتم بتوثقوا فيه بتامنوا فيه بتحبوه لو غلط لو شو ما عمل وهيدا بده كثير طولة قنات يعني بده بال وبده مشان هيك كتير بنصح وقتا بكون في شريك هيك خدوا دعم ايام من برا لحتى انتو تقووا لحتى تقدروا تعطوا بس تعطوا لهيدا الشخص ويحس بالامان بنزل السلاح تبعه والغضب ببلش يخف وببلش يحس بالثقه وقتها بتحسوا انه انتم بتحبوه في ثقه بالعلاقه ببلش يكون عم يعطيكم بالمقابل وببلش يكون عم يتعاون وقتها تبلشوا شوي شوي بكتير حكمه وبكتير دقيقه كيف تقولوا له الاشياء اللي هو محتاج انه يكون عم يتغير اوكي كثير مهمه فيها. هالنقطه شو النقطه الثانيه النقطه الثانيه هي انه أو إذا كان نوع النرجسية هو النوع اللي حكيت عنه ما له خصة بالجروحات إذا كان له خصة بالنرجسية اللي هي جاي نتيجة الأهل اللي عطول بينفخوا بالولد وما بحطوا له حدود مش لأنه مجروح فهون لا هون غير استراتيجي بكون تغيروها حبوه قولوا له الاشياء الحلوه كل اللي حكيته قبل بس حطوا له حدود شوي اكثر يعني لانه في شيء بالعلم النفس بنقول له الجرح النرجسي اللي هو طبيعي يعني مش جرح ثقيل يعني منه حلو هو الجرح اللي لازم يصير صحي وقتها الشخص يكون لانه على طول بينفخوه ما عنده حدود فحط له حدود ونقول له الغلط هيدا ايام بيجرحه بس بطريقه بناءه واو مش معقول يصدنا وخلص يبني بلاك ويبعد عنا او ايه فمشان هيك بدنا نكون عم نتأنى بدنا نوصل له الاشياء شوي شوي وبدنا نضل مركزين على محبتنا ناكد له اياها المحبه الغير مشروطه ونكون عم نخليه يكون بامان وعم نوثق فيها هي اهم نقطه لكن بدنا نشكر كثير ريما على كل هالنصائح وبدي اقول انه الوقت عم بيداهمنا في فكره كثير مميزه هيك جيهان وماريان اللي حضروا حالهم تا نقعد ونشوف على هالمراية شو مرات الإنسان بيفتح قلبه فكرت مريتي يا مريتي قعدة حلوة مع جيهان على المراية أول سؤال لك جيهان بما أنه ولا شاب كامل رح أعطيك ثلاث صفات بتحب يكونوا موجودين بشريك حياة بنتك فيك تختاري منهم اثنين يلي هن الأهم لك معه مصاري بس مش متعلم مؤمن بيسوع متعلم بس ما معه كتير مصاري متعلم بس ما معه كتير مصاري ومؤمن بيسوع أوكي رح ننتقل لتاني سؤال لما تطلعي بمراية الماضي شو في شيء كنت بتحب تعيشيه بحياتك قبل الزواج بس ما عشتي لأنك تزوجت بكير قبل الزواج ما عشت كتير الحياة يعني أنا تجوزت بعمر المراهقة إذا بدك يعني بآخر المراهقة على عمر 17 ما كان عندي وقت عيش كتير الحياة الناضجة من دون مسؤولية يعني أنا كل حياتي عندي مسؤولية من بعد الزواج سو بحب هيدي الحياة اللي
responsibility free يعني ما عندي هذا الشيء ما في مسؤوليات كثير بحن لها يعني كنت بتمنى لو انه طولنا لنتزوج انه هيك كنا سافرنا اكثر free of mind يعني هلا منسافر بس فيهم انه الاولاد تركينهم هون وهيك او الشغل او لما بتطلع بمرايه الحاضر اليوم بكل يوم من حياتك كزوجه شو اكثر شيء بخليك تحسي بالتقصير؟ بحس انه لازم بعد اقضي وقت اكثر مع العائله عم جرب قد ما في يكون لو الوقت قصير يكون كواليتي تايم بس برضو الكوانتيتي كمان مفيده مع زوجك ومع زوجي اكثر شيء حب بركز اكثر انه ركز على اكثر على البوزيتيف بوينتس اكثر وشجع اكثر وما انتقد كثير الاستصلاعات لي اذا بتطلع بمرايتك وبترجع جهان صغيره هل كان عندك ثقه بنفسك اي شو اللي كان عم يبني هالثقه كانوا اهلي يشجعوني أنا كنت شاطرة بالمدرسة أنا وصغيرة وهذا الشيء كان يشجعني يعني عطيني ثقة بحالي وكان عندي دايماً هيك أحس أنه عندي هيدا السلطان عندي إيمان معين لو أنا عم براقب أو أنا وصغيرة كنت أعرف أنه إذا عندي مثلاً فحص وإذا قلت بدي أعمل منيح وصليت للموضوع رح أعمل منيح كان عندي هيدا الشيء ودايماً كان يصير هيك حس أنه أنا قادرة اتحكم بالامور يعني اكيد صلي للموضوع واعمل الماكسيموم اللي علي وهذا الشيء نمى لي ثقتي بنفسي اكيد ما اكيد اوقات كان مش دائما ما تزبط دائما بس باغلب الاوقات كنت دائما احس حالي مبسوطه بس تطلع بالمرايه شو اكثر مخاوفك او اكبر مخاوفك بالمستقبل هلا اكيد عندي عندي مخاوف انه من المجتمع مثلا على الاولاد ياثر بخاف مع الايمان هلا بمرحله الايمان ما عدت كثير خاف كنت قبل كان عندي مخاوف اكثر بصراحه كنت مرقت بفتره بحياتي كنت خاف يخلص العمر وما كثير حقق نجاحات وقصص وهلا صرت لمرحله اقول انه خلص انه اعيش بحياه سلام مع عائلتي هيدا اكبر شبع بالنسبه لإلي يعني ما عاد عندي كان عندي هيدي المخاوف هلا صرت بالنسبه لإلي طالما متكله على الرب والرب معي ما في شيء معقول يهزني او يخوفني يعني حتى لو خسرت كل شيء مهم يضل ايماني بربي واكيد عائلتي حدي يعني اكيد كمان بخاف اخسر حدا من العائله يعني هذا شيء طبيعي اخر سؤال لما تطلع هلا بالمرايه وتشوفي وجه بنتك اليان بنتك ريبيكا وابنك ادوار شو في شيء هيك نصيحه من قلبك لقلبهم بتحب تعطيهم لكل واحد او ان جنرال اذا بدك ان جنرال اوكي اول شيء بدي اقول لهم انه يتكلوا على الله بالحياه ويحطوا دائما تركيزهم بالحياه على ايمانهم على شيء ثابت اللي ما بيتغير اللي هو ايمانهم بالرب مش على جمالهم ولا على شهره ولا على مركز اجتماعي ولا على شهادات ولا على اي شيء لان كل شيء رح يفنى بالاخر بس الوحيد الثابت هو ايمانهم بربهم لانه يسوع المسيح هو ذاته امس واليوم والى الابد ما بيتغير جيهان ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو لالي حلقة رائعة كتير من القلب للقلب أشخاص أوفر منحبهم حدنا هيك أنا اليوم أنا وجاية عم بقول واو شو مبسوط رح نكمل هيك نحكي من القلب للقلب وهالمرة سلام حبيب حدا يقول لها شي من قلبه لا شوفي مين سلام بنت بتعقد سلام بنت حلوة من جوا ومن برا ما في شك سلام هي أعز بنت على قلبي أنا كتير بحبها قبل ما تكون متخيّة سلام أختي
شخص قلبه طيب، بتحب الناس كتير، حنوني كتير، تفهمني كتير، بحب كتير انه اخدم معها، بحب فيها ايمانها روعة، بتحب الرب من قلبها، ما في قلك شي غير بحبك روما. انا يلي بعرف سلام تقريبا شي 9 سنين، ويلي بيعرف سلام بيعرف فيه قدي حدا شخص كتير سوبر هايت، كتير اكتر، كتير بتضل حمسة على كل شي، كتير قم بكل شي. بس بلشت اخدم معها تقريبا تكنيكلي بالكنيسة، اكتشفت قدي هي حدا كتير لمين، كتير كالي، كتير حدا بيفكر بغيره، كتير حدا بيفكر كيف بده ينجح الخدمة، كيف بده أكثر يعني يكون قم بكل شي. I'm blessed with this friendship وإن شاء الله أكيد اكتفي لبعدين. Thank you. Love you, Luma. يعني باختصار طنجرة ولقيت غطاها. بس قولك مين الطنجرة ومين الغطا؟ أنا بقول سلام الغطا لقيت طنجرتها. لا أنا بقول سلام الطنجرة لقيت غطا. ميزيتها لا هذا ما عن جد هيدي سيربريز انا اديكم الطنجره انا اديكم الطنجره هذا شو هيك شو حبت هيون او مين هن الاشخاص كان اول وحده كانت ساره هي اخته لزوزو والثانيه وحده كانت ريغان من اقرب الاصدقاء لالي وبحكي انا وياها كل شيء وبحبها كثير بدي اقول لها انه مرسي كثير على كل شيء وعلى كل وقفاتك حده مرسي لانه انت شريكي بالخدمه بتعقد كانت هي عن جد عم تقول انه كيف انا بتحمس عن جد بدي اقول لك انه هي بتحمسني زياده هلا. اوقات على اشياء بدي اقول لساره كمان انه هي اختي لزوزو بس هي عن جد مثل اختي وبحبكم اثنيناتكم كثير ثانك يو فيري نايس لكن عندنا كمان هلا حدا بده يقول لك يا الياس شيء من القلب للقلب أنا أكون ابن عمو للياس أنا حابب هيك وجه له رسالة صغيرة تقول له أنه فعلاً هو أكثر من ابن عم هو رفيق هو حتى خي نحن من زمان من نحن وصغار سوا رجعنا حتى هلأ عم نشتغل سوا بدي أقول له أنه الله يخلي لك عائلتك بتجنن من جيهان مرته لإليان وريبيكا وإدوار ولاده بدي أقول لك أنه الله يقويك الياس بتضلك بهالهمة انت بتستاهل كل خير فعلا الله يكون معك شو بدي اخبركم عن الياس خي حنون عاطفي محب مع عائلته الياس كتير حنون وحيطهم وساعة اللي بيطلبوا منه شغلة بتلاقيه دغري يعني بيركض لحتى يزبط لهم أمورهم بدون أي ما بيتأمم أبداً أنا وين ما بروح وين ما بجي بحكي فيهم وبفتخر إنه أنا أكون عمتهم وبتمنى للياس وجيهان العمر الطويل والاستمرارية والنجاح والحب ما له نهاية واو حلو هيك واحد يسمع هالكلمات شو بتحب ترد عليهم ليه؟ فاجأتونا زمان هو صحيح انه ابن عمي بس خيي لي واو يعني بنهارات اذا ما شفنا بعضنا مرتين او ثلاثه بيكون في شيء غلط حلو رفيق الدرب شو بدي اقول له؟ اقول له ربي يباركك ويكبر لك إيمانك على النفسية الحلوة اللي عندك إياها وخلي لك عائلتك ومن مجد إلى مجد بتمنى لك هالشي من قلبي Thank you بالنسبة لأختي جاكلين أختي حبيبتي وحبيبة قلبي نحن أنا وياها بس بلبنان أختي الثانية بكندا سافرة بقى عطول كمان نحن لبعض وعند المحنة بنكون لبعض و خاصة إدوار ابني وابنه بيضلوا مع بعض بشارة وإدوار يعني عطول هن بدي يكونوا مع بعض كمان خلي لك جوزك وضلك بهالنفسية الحلوة وربنا حلو. هيك يكبرك بإيمانك وبلاسيو لكن هلأ بننتقل هيك ونسمع ترنيمة مع رواد وجوزيف
فيك كل المجد والكرامة، ارفع يداي نحوك وأسبح اسمك. أهديك كل المجد والكرامة، ارفع يداي نحوك وأسبح اسمك. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب، تصنع العجائب. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء فوق الجميع. ارفع اسمك ربا قدير للأبد، ملكك دوما أمين، نثق بك تنسمع شيء من القلب للقلب لألك جيهان. هاي بحب جيهان روحها الحلوة وتواضعها وكمان اندفاعها لعائلتها. She's a very caring mom and wife. وبيلفتني كمان طموحها بمهنتها لتحقق أحلام عندها إياها. وأكتر شيء بأثر فيه هو شغفها لتربح أشخاص للرب. فحب إليك جيهان، أنا كتير بحبك وكتير بنعتز بصداقتكم أنت والياس.
ماما كيف صرت سامعة منها هيدا الحكي كذا مرة، بس هيدي فرصة إنه أشهد مرة جديدة عن مدى حبي إليك وتقديرك لكل مرة ضحيت فيها براحتك أو عن شي بتحبيك كرمال ولادك وعائلتك. أنا كتير بحبك مام، كتير بحب إنه نحن قراب وفي أتكل عليك بكل شي، وأصلا بعتبرك عمود الدعم الأساسي بحياتي، وهذا الحكي أكيد نيابة عني وعن كل إخواتي. We love you mom. بدنا نقول باي لأنه خلص الوقت. باي. باي. يلا سيلفي يلا سيلفي كمان. حبيتك وابتدت قصتنا. نطرتك لنعيش سوا فرحتنا. حبيتك وابتدت قصتنا.